يرحب منتدى وعب جمعية العمل الوطني الديمقراطي بعد انتظاما الأسبوع الثالث بعد اعتذار الأخوة الأسبوع الماضي وأيضا مانع الندوة الأسبوع الذي قبله. اليوم محدثنا الأمين العام جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعب سوف يتطرق إلى كما هو عنوان الندوة للمستجدات السياسية على الصعيدين الساحتين المحلية والإقليمية. سوف يتطرق إلى تطورات الوضع الإقليمي مثل من العراق وسوريا واليمن وأيضا الانقلاب التركي وانعكاساته على الوضع المحلي وما هي يعني ارتداداته على الوضع سواء المحلي أو الخليجي. أيضا سوف يتطرق في ورحته إلى الوضع المحلي والوضع المحلي أيضا يتفرع إلى الوضع الحقوقي والوضع الاقتصادي والمعيشي والوضع السياسي والحلول للأزمة الممتدة إلى ما يربع على 5 سنوات ونص ورحصات وتداعيات هذا الوضع وتأثيره على وضعنا المحلي. سوف أترك الميكروفون للأخ الأمين العام لتناول ورقة الاعتقال والمشكلة. شكرا أبو عمار، مساء الخير جميعا. رحب فيكم ليلة خاصة مع هالحر الحلو مع الأجواء السياسية والأمنية اللي يعني بالتأكيد إن هي قاعدة تفعل فعلتها في البلد وفي نفسيات المواطنين. في الحقيقة الواقع المحلي كما يعني نكرر دائما بأنه ليس معزولا عن الواقع الإقليمي وتطوراته. هناك تطورات كبيرة قاعدة تحدث في الإقليم وقاعدة تتأثر بلدنا ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بهذه التطورات الدراماتيكية المتسارعة. ولكن أيضا بالمقابل في هناك رغم كل هذه التطورات لأن التطورات في حجم الدم المسفوك في مختلف المناطق حقيقة، لأنه الوضع السياسي نستطيع القول عنه أنه هو مراوح مكانه سواء كان في الأزمة السورية حيث معارك الكار والفر التي تحدث الآن متركزة أكثر في حلب أو أيضا في العراق في اليمن. قد يكون العراق في حالة من التقدم النسبي في مواجهة تنظيم داعش، ولكن حالة المراوحة في باقي في ليبيا إلى آخره أعتقد لا تزال مكانها منذ سنوات طويلة. هذا يعني أنه هناك مزيد من التفتيت للمنطقة، قد يكون هناك تعميم وأن تشمل النموذج العراقي في قصة المحاصصة الطائفية والمذهبية والعرقية قد تكون يعني تدرس لكي تشمل كل المنطقة. الوضع السوري لا شك أنه ضاغط، ولكن كما يعلم الجميع أنه الأكثر خلال الفترة الماضية بروزاً عالقاً في وسائل الإعلام وتأثيراً على المنطقة ما حدث في تركيا من محاولة انقلاب فاشلة، ويبدو أن هذه المحاولة الفاشلة كأنما كان هناك سباق ماراثوني من يستطيع يتغدى بالآخر قبل غريمة، لأنه كما لاحظنا أنه ونقلت وسائل الإعلام أن هناك قوائم كبيرة جدا من المطلوب إعفائهم في السلك العسكري والأمني والتعليم والصحة وإلى آخره، بالإضافة إلى المؤسسات الاقتصادية التي يعني حذر منها كثير من الخبراء بأنه هذا سيؤثر كثيرا على الواقع التركي الذي يرفع يعني منظر
معنا بعد 2002، وأحمد داود أوغلو رفع شعار صفر مشاكل مع الجيران، وقصة التصدير أن تعتمد تركيا على مسألة التصدير بشكل رئيسي لرفع مستوى المعيشة ورفع الناتج المحلي الإجمالي في البلد، لكي على الأقل يضاهي على الأقل الجنوب الأوروبي إلى آخر، بحيث أنه تكون تركيا مهيئة للدخول النادي الأوروبي، وهي كانت تسعى منذ سنوات طويلة في الحقيقة. لا شك أن هذه المقدمات إلى الواقع الإقليمي تقودنا إلى حالة الوضع أيضا المأزوم على المستوى المحلي. كما يعرف الجميع أنه ما يجري الآن هو نتاج إلى انسداد أفق الحل السياسي في البلد. إحنا دخلنا في ثلاث حوارات منذ 2011 اليوم، الحوار في يوليو 2011، ومن ثم الحوار في فبراير 2013، وفي 2014 كان حوار خلينا غير معلن بشكل أو بآخر، ولكن كل هذه الحوارات انتهت في سبتمبر 2014 عندما تم الإعلان عن وثيقة ما سمي بوثيقة الشخصيات والأعيان. هذا الانسداد توج بالانتخابات النيابية في 2014 اللي قاطعتها المعارضة السياسية، وبعد الانتخابات كان هناك توجه واضح ومحموم باتجاه أنه نتائج الانتخابات وأي حوار يجب أن يكون من خلال المؤسسات الدستورية، من خلال المجلس النيابي، من خلال ما هو قائم وليس من خارج الصندوق. هذا يعني أنه القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة التي دخلت هذه الحوارات ليس لها نصيب لأنها قاطعت الانتخابات، وبالتالي بدأ الوضع الأمني يزداد سوءا ويتوتر، حتى تم اعتقال الشيخ علي سليمان أمين عام جمعية الوفاق، وبعد ذلك مع استمرار الوضع الأمني بهذا التأزم تم حل جمعية الوفاق بقرار، وأيضا تم سحب جنسية الشيخ عيسى قاسم، وتم إغلاق منافذ الدراسة باستثناء من فدين والسماح فقط للأهالي بالدخول إلى القرية، حيث لا يزال يعاني الكثير من هؤلاء الأهالي من عملية الدخول والخروج في ظل انتظار طويل من الطوابير. لا شك ونحن اليوم بعد 45 سنة من الاستقلال، نحن اليوم نعيش أيام ذكرى الاستقلال في 14 أغسطس 1971 اللي أكد فيها الشعب البحريني، أو سبق ذلك تأكيد الشعب البحريني على مسألة رئيسة كانت محط ومثار جدل ونقاش ومفاوضات بين القوى العظمى والقوى الكبرى في الإقليم، وخصوصا تحدثنا عن إيران والسعودية. في العام 1970 كان هناك وفد أو قرار بإرسال وفد أممي للجنة تقصي الحقائق حول مسألة عروبة البحرين أو تبعيتها لإيران، وقرر الشعب البحريني بسنته وشيعته بأن البحرين دولة عربية مستقلة ذات سيادة، ويجب احترام حدودها ومياهها إلى آخره، واحترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. في ضوء ذلك كان هناك توافق أيضا بين الدول الكبرى الأمم المتحدة والدول الإقليمية بأن يكون هناك عقدا اجتماعيا بين الحاكم والمحكوم، تشكل أو تجسد في صيغة الدستور الذي أنتجه المجلس التأسيسي، و
وصدر الدستور 1973 في شهر ديسمبر، ومن ثم أصيح إلى انتخابات المجلس الوطني التي لم يكتب لها النجاح، وولدت التجربة النيابية في أغسطس 1975، وبالتالي دخلت البلاد في قانون تدابير أمن الدولة التي حكمت البلاد لمدة تجاوزت ربع قرن، حتى مجيء جلالة الملك وإقدامه على خطوة جريئة تمثلت في ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه الشعب البحريني بأغلبية ساحقة تجاوزت 98%، وكان أهم مفاصل هذا الميثاق هو التحول إلى الملكية الدستورية على مرام الديمقراطيات العريقة، وتحويل مسمى الدولة من إمارة ومن دولة إلى مملكة دستورية. هذه التطورات بلا شك وخلال العشر سنوات التي سبقت 2011 جرت مياه كثيرة تحت الجسر، بحيث تفاقمت حقيقة الأزمة بعد أن فرض أو صدر دستور 2002 من بإرادة منفردة، وبالتالي دخلت البلاد في أزمة سياسية جديدة، ودخلت القوى الوطنية المعارضة في حوار في العام 2004، ولكنه لم يفضي إلى أي نتائج تذكر، حيث علق هذا الحوار، وبعد كما تعلمون بعد أن قاطعت القوى أو المعارضة السياسية وأربع قوى من القوى المعارضة السياسية الانتخابات النيابية، دخلنا في 2006 أو دخلت هذه القوى في المنافسة الانتخابية، وكذلك دخلت في 2010. هذه التطورات المتسارعة اليوم من 2011 وحتى اللحظة أكدت على أن الحل في هذا البلد لا يمكن أن يكون من طرف واحد، ولا يمكن إلا أن يكون حلا ديمقراطيا من خلال حوار جامع يعبر عن مختلف مكونات المجتمع البحريني ومختلف الأطراف السياسية، بحيث تكون هناك أرضية مشتركة وواضحة هي الأرضية أرضية دولة المواطنة التي ننشدها، دولة المواطنة الدستورية التي تتمثل في ضرورة تشييد الدولة المدنية الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان، وكذلك تؤسس ديمقراطية حقيقية، وأيضا تضع يعني خطواتها على سكة الملكيات الدستورية العريقة كما هي مؤسسة ومنصوص عليها في ميثاق العمل الوطني. نحن اليوم لا تزال البلاد تعاني من وضع أمني مأزوم، لا يزال هناك مئات من المعتقلين على خلفية آرائهم السياسية، لا يزال هناك معتقلي رأي وضمير، ومنهم الأطفال والنساء وكبار السن إلى آخر. بالتالي أنا أعتقد أنه من المهم أن يصار في ظل كل هذه الأجواء الأمنية المهزومة وكل هذه الأجواء السياسية المتدحرجة على مستوى الأقليم، أن يصار إلى إشاعة أجواء جديدة، وهذه تحتاج في الحقيقة إلى مبادرات جدية وقادرة على أن تصمد من خلال أو أن تصمد وأن تكون مستدامة إذا كانت بالفعل معبرة بشكل حقيقي عن متطلبات المرحلة ومتطلبات الشعب البحريني الذي يرنو إلى ويطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في دولة القانون والمؤسسات. نحن اليوم نواجه وضع حقوقي
لا شك أنه وضع أيضا يحتاج إلى معالجات جدية. لا يمكن استمرار الوضع الأمني إلى ما لا نهاية بهذه الطريقة. نحتاج إلى مبادرات جريئة من الجانب الرسمي تشيع أجواء الحرية، تشيع يتم من خلالها الإفراج عن المعتقلين السياسيين. نحتاج إلى خطوات أخرى والتفكير خارج الصندوق من قبل جميع الأطراف السياسية بما فيها المعارضة السياسية، لأن اليوم بلادنا تنزلق نحو مزيد من التأزم، مزيد من الاصطفافات، وخاصة في ضوء هذا الحجم المتزايد والمتصاعد من الاستدعاءات الأمنية. وأعتقد أنه هذا يعني لا شك أنه يؤثر بشكل أو بآخر على الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي تعاني منه البلاد، خصوصا بعد انهيارات أسعار النفط منتصف 2014 وتراجعها من مستوى تقريبا معدل أو متوسط 112 دولار للبرميل إلى اليوم يا دوبك تلامس 40 دولار، أي يعني فقط البرميل ثري سعره. وهذا يعني أن العجز في الموازنة يشكل هاجس كبير، سواء كان من الجانب الرسمي أو من الجانب الأهلي، لأنه من سيدفع ثمن هذا العجز هو المواطن، سواء من خلال رفع الدعم الذي تم، رفع الدعم عن اللحوم والمحروقات والكهرباء إلى آخره، وبالتالي تضاعفت أسعار اللحوم بمعدل 300%، تضاعفت أسعار المحروقات أو البنزين سيارات بنسبة 60%، وكذلك أو تلقائيا عندما تزيد أسعار المحروقات لا شك أن أسعار السلع الغذائية والسلع وباقي السلع كل كافة السلع ستشهد ارتفاع، لأن في هناك مواصلات تتحرك لتوصيل هذه السلع إلى محلات التجزئة، وبالتالي تشهد هذه السلع زيادات. يدفع المواطن بلا شك في النهاية قيمة هذه الزيادات من خلال بعد رفع عملية رفع الدعم، وفي جانب آخر حقيقة أيضا يدفع ثمن وقيمة الدين العام. والدين العام صارت له قصة يعني الحقيقة طويلة منذ العام 2010 عندما يعني كان يناقش حقيقة في مجلس الشورى والنواب عم بيناقشوا في نهاية 2010 مسألة رفع سقف الدين العام. كانت هناك مناقشات جادة حقيقة، وكان قد طرح بأنه من سيدفع ثمن هذا الدين المتراكم هو المواطن. اليوم في هناك مرسوم كما تعلمون صار يعني عدة أشهر برفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات دينار. هذا يعني أن يقترب الدين العام إذا وصلنا إلى هذا السقف فعليا يقترب سقف الدين العام إلى معدل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي، اللي تعرفون أن مقداره في حدود 12 مليار دينار. هذا أيضا يعني مزيد من الأزمات المعيشية عندما يكون هناك كما هو محدد أو على الأقل أن في الحساب الختامي للدولة للعام 2015 بأنه كان مسجل إذا حسب ما أذكر أنه مليار عجز في 2015 كان مسجل مليار و400 مليون في 470 مليون، ما هو مسجل على الأقل أو سجل في هذه السنة حسب الحساب الختامي هو 1,517,000,000 دينار. هذا يعني في زيادة صحيحة ومش كبيرة، ولكن ليس هناك تخفيض، ومرجح أن
تتواصل هذه الزيادة وقد يصل العجز في الموازنة 2016 يلامس المليار دينار. هذا يعني تغطيتها من قبل سندات الخزينة أو اقتراض من بعض الصناديق الشقيقة وصناديق التنمية الموجودة في المنطقة، وأيضا هذا يعني مراكمة الدين العام ليصل إلى مستويات قياسية يصعب تفاديها، خصوصا مع العلم بأنه حجم فائدة الدين التي تدفع كما يعني سبق وذكرنا في ندوة سابقة أن هي تصل إلى في حدود 400 مليون دينار سنويا. هذه الفائدة يعني هي تعادل قيمة المعشار الخليجي وأكثر المسجلة بمليار دولار سنويا على مدار 10 سنوات من 2011 إلى 2021. هذا كيف انعكس على الأزمات المعيشية؟ يعني اليوم الأكثر اللي واضح عندنا في عندما يعني وبعد 2001 حقيقة تراجعت نسب البطالة بدرجة كبيرة وبرزت مكانها أزمة الإسكان، كانت هي رقم واحد. الكل يتذكر في تلك الفترة كان في هناك أزمة إسكان تتصاعد، خاصة مع زيادة عدد السكان والضغط الكبير على الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والتطبيق والطرق وإلى آخر. انعكست اليوم نلاحظ أن حجم البطالة قاعد يقل من جديد وبشكل كبير. لا يمكن اليوم نعتبر بأن النسبة التي تضعها الجهات الرسمية خصوصا وزارة العمل بأن نسبة البطالة هي 3.7 هي نسبة يعني ثابتة، لأنه هذه النسبة الحقيقة سبق وأن قالها أو حددها وزير العمل السابق دكتور مجيد العلوي في سنة 2009 وقال إنه والله نسبة البطالة هي في حدود 3.7 إلى 4 إلى آخره. البطالة اليوم تحوم حسب المؤسسات الدولية تحوم حوالي 15% وأكثر، وهذا يعني أو يحتاج إلى تدقيق الحسابات أو الأرقام والإحصائيات الرسمية، بأنه بالفعل البطالة عندما نشعر بأنها تحولت بالفعل إلى كرة ثلج يعني تزداد كبرا كلما تدحرجت إلى الأسفل، هذه سوف يعني تشكل قنبلة موقوتة تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي في البلد. هذا جانب. جانب آخر أزمة الإسكان، أيضا أزمة الإسكان أن حجم التغطية السنوية أو الوحدات الإسكانية أو الخدمات الإسكانية التي تقدم سنويا هي في حدود تحوم في بحر 6000 إلى 7000 خدمة إسكانية. هذه يعني أنه هي تعادل حجم الداخلين الجدد في طابور الإسكان، وإذا عرفنا بأن طابور الإسكان اليوم يزيد على 54,000 منتظر من المواطنين، فأعتقد أنه هذه الكرة أو كرة الثلج أيضا الإسكانية راح تتعاظم أكثر إلى مستويات يصعب معها الحل بالطريقة التقليدية التي تسير عليها البلد. يقابل ذلك كل ذلك أيضا سياسة عمالية غير مفهومة. نحن لازلنا نسير على سياسة عمالية منذ منتصف السبعينات، نفس السياسة اللي كنا نسير عليها منذ منتصف السبعينات عندما حدثت الطفرة النفطية في تلك السنة واحتاجت البلاد والمنطقة إلى الكثير من الأيدي العاملة الرخيصة من أجل تنمية وتطوير البنى التحتية، وهذا اللي حصل. ولكن مشت البلد بهذه الطريقة حتى اليوم. اليوم الإحصائيات التي سجلها هي تنظيم سوق العمل في الربع الأول من 2016 بأنه إجمالي العمالة الوافدة بلغ العمالة وليس عوائلهم، العمالة الوافدة بلغ
582 ألف عامل بزيادة قدرها في حدود 8.2% قياسا إلى نفس الفترة الربع الأول من العام الماضي. وهذا رقم أكيد أو زيادة أكيد كبيرة في ظل الانكماش الأداء الاقتصادي، في ظل المراوحة الاقتصادية والجمود في الأداء الاقتصادي، وأيضا في جلب الاستثمارات الأجنبية وأيضا المحلية. يقابلها هذه الزيادة 8.2 في العمالة الأجنبية، يقابلها زيادة في العمالة المحلية لا تتجاوز 2.8%. بمعنى أنه خلال الربع الأول من 2016 أصدرت تصاريح عمل بمقدار 50,000 تصريح عمل، 50,000 تصريح عمل يقابلها توظيف 1,926 مواطن بحرين. لكم أن تقيسوا هذه الجاب الواسع، يعني نحن نتحدث عن تقريبا 2% أو 4% في حدود 4% يشكل الوظائف، تشكل الوظائف الجديدة للبحرينيين مقارنة بالتصاريح الجديدة التي قدمت إلى العمالة الوافدة. لا أريد أن أطيل كثيرا، ولكن أخلص إلى القول بأن هذه الأزمات المعيشية هي يعني تناسلت من الأزمة الاقتصادية التي تناسلت من الأزمة السياسية والدستورية التي تعصف بالبلاد. نحن اليوم في هذا البلد بجميع مكوناته بحاجة ماسة إلى المزيد من الخطوات الجادة نحو تحريك المياه الراكدة القابعة تحت الجسر، رغم كل ما يجري حولنا من تطورات. نعتقد بأنه ليس هناك مخرج في هذا البلد إلا أن نجلس إلى طاولة الحوار. صحيح نحن نكرر هذا منذ سنوات طويلة، ولكن نعتقد ولازلنا نعتقد بأنه بغير الحوار الجاد الذي يصلنا إلى نتائج تنعكس إيجابا على كل مكونات المجتمع البحريني، التي هذه النتائج التي يفترض أن تؤسس إلى احترام حقيقي للشرع الدولية ومقوماتها الأساسية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي للحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. نحن نعتقد اليوم بأن بلادنا بأمس الحاجة إلى أن تتكاتف أكثر، أن نعيد تمكين الوحدة الوطنية التي أصيبت بشرخ. هذا الشرخ يؤثر كثيرا على نفسية المواطن، على إنتاجية المواطن، على حالة المواطن الذي يعني يشعر بأنه في أي حالة من الحالات أو بعض الإشاعات أو بعض الأخبار التي تتناقل على في وسائل التواصل الاجتماعي مثل الواتس وغيرها، يركض للقيام بردة فعل معينة. الكل يعرف بأنه طلعت أخبار ما بنعرف وين، بأنه هناك تغييرات قادمة وتغييرات كبرى إلى نظام التقاعد. نحن لا نعرف حتى اليوم حجم مصداقية هذه الأخبار، لأن ليس هناك تصريحات رسمية تنفي بشكل قاطع وبشكل حقيقي التوجه إلى رفع سن التقاعد مثلا، زيادة نسبة الاشتراك، أو حتى إعادة توزيع مكافأة نهاية الخدمة بعدم تسليمها لنا. هذه كلها أخبار لا نعرف حقيقتها ولا نسمع هناك حقيقة الأمر تصريحات رسمية ماكنة لتقول أنه هذا النظام سيستمر كما هو، رغم
حاجتنا حقيقة إلى إصلاح نظام التقاعد، ولكن ليس بما يوجع المواطن، بما يوجع المتقاعد أو الذي يتوجه للتقاعد، ولكن بما يسهم في إنقاذ هذا الصندوق من أي عملية إفلاس يجرى الحديث عنها هذا من جانب، ومن جانب آخر يجرى كيفية تطوير هذا الصندوق بما يسهم أيضا بالحفاظ على مصالح وحقوق المتقاعدين في البلد. ويمكن من أهم المقترحات التي سبق أن تم اقتراحها في هذا الجانب هي إعادة إدخال الأموال الوافدة إلى صندوق أو إلى التأمين الاجتماعي أو إدخالهم في هذه الاشتراكات. أنهي كلامي بأنه ما يجري في المنطقة، ما يجري في اليمن، ما يجري في العراق، ما يجري في سوريا، ما يجري في ليبيا، لا شك أنه يؤثر بشكل مباشر على أوضاعنا في البحرين، لأن هذه سلسلة متصلة بعضها من بعض، ولا يمكن الهروب من الاستحقاقات المطلوبة منا جميعا. أهم الاستحقاقات هذه كيف نستطيع أن نبرد الساعة الأمنية بمبادرة جريئة بانفراج أمني وسياسي ينقذ البلاد ويبعدها عن هواجس الاحتقانات المتزايدة والاحترابات التي مشهدها في المنطقة، لكي لا نصل إلى مرحلة أو ما يريد الحقيقة الدوائر الغربية بأن هذه المنطقة يجب أن تدفع الثمن حتى آخر قطرة من نفط. شكرا لكم.